مرحبا بكم في العرض التقديمي على المشتقات. أعتقد أنكم بدأتم تجدون أن الرياضيات أصبح أكثر متعة من السابق، أي قبل عدة دروس سابقة. حسنا، دعونا نبدأ مع المشتقات، وأعلم أنها للوهلة الأولى تبدو معقدة. بشكل عام، إذا كان لدي خط مستقيم، دعوني أرى إذا كان بإمكاني رسم خط مستقيم بدقة. إذا كان لدي خط مستقيم، ذلك هو النظام الإحداثي وهو ليس مستقيما. هذا خط مستقيم، لكن عندما يكون لدي خط مستقيم كهذا وأطلب منكم أن تجدوا الميل، أعتقد أنكم تعرفون بالفعل كيفية القيام بهذا. إنه عبارة عن التغير في واي تقسيم التغير في اكس. إذا أردت إيجاد الميل، في الحقيقة أعني أن الميل هو نفسه لأنه خط مستقيم، إن الميل هو نفسه على طول الخط كله، لكن إذا كنت أريد إيجاد الميل على أي نقطة في هذا الخط، ما سأقوم بفعله هو أن أختار نقطة X. لنفترض أنني سأختار هذه النقطة، سوف نختار لون مختلف. سوف أختار هذه النقطة، إنها اعتباطية، يمكنني أن أختار أي نقاط، وسأعرف ما هو التغير في Y. هذا هو التغير في Y، أي دلتا Y. إن تلك عبارة عن طريقة أخرى لنعبر عن التغير في Y، وهذا هو التغير في X. دلتا X، وقد أوجدنا أن الميل معرفا على أنه التغير في Y تقسيم التغير في Y تقسيم التغير في X. وطريقة أخرى لنقول أن هذا عبارة عن دلتا، هي ذلك المثلث دلتا واي تقسيم دلتا اكس. واضح جدا. الآن ما يحدث على الرغم من ذلك، إذا لم نكن نتعامل مع خط مستقيم، اسمحوا لي أن أرى إذا كانت لدي مساحة كافية لرسم هذا، أي لرسم نظام إحداثي آخر. لا يزال غير مرتبا، لكن أعتقد أنكم ستفهمون الفكرة. الآن دعونا نفترض أنه بدلا من خط عادي كهذا، إن هذا يتبع المعيار y يساوي mx زائد b. دعونا نفترض أن لدي المنحنى y يساوي x تربيع. اسمحوا لي أن أرسمه بلون مختلف. إذن y يساوي x تربيع يبدو هكذا، إنه منحنى، وربما أن هذا مألوف بالنسبة لديك حتى الآن. وما سأطلبه منكم هو ما هو ميل هذا المنحنى، وفكروا في ذلك. ماذا يعني أن نأخذ ميل المنحنى الآن؟ حسنا، في هذا الخط إن الميل هو نفسه على طول الخط هذا كله، ولكن إذا نظرتم إلى هذا المنحنى إن الميل يتغير، أليس كذلك؟ إنه مسطحا هنا ويصبح حادا أكثر إلى أن يصبح حادا جدا، وإذا ابتعدت حقا فإنه يصبح حادا تماما. لذلك ربما أنك تقول حسنا، كيف نجد ميل منحنى يستمر ميله بالتغير؟ حسنا، لا يوجد ميل محدد للمنحنى ككل. بالنسبة للخط يكون الميل بالنسبة للخط كله، لأن الميل لا يتغير أبدا، لكن ما يمكننا فعله هو أن نجد ما هو الميل عند نقطة معينة، والميل عند نقطة معينة سيكون نفس ميل خط التماس. على سبيل المثال دعوني أختار اللون الأخضر، الميل على هذه النقطة هنا سيكون نفس ميل هذا الخط، أليس كذلك؟
سيكون نفس ميل هذا الخط، لأن هذا الخط يشكل مماس له، إنه يلامس ذلك المنحنى، وعلى تلك النقطة المعينة سوف نحصل على هذا المنحنى الأزرق. واي تساوي اكس تربيع سيكون له نفس ميل هذا الخط الأخضر، لكن إذا عدنا إلى نقطة هنا، على الرغم من أن هذا رسم بياني سيء، فالميل سيكون شيء كهذا. ميل المماس، الميل سيكون سالبا، وهنا الميل موجب، لكن إذا أخذنا نقطة هنا فإن الميل سوف يكون موجبا أكثر. إذن كيف نجده؟ كيف نجد ما هو الميل على أي نقطة؟ على طول المنحنى y يساوي x تربيع، ذلك حيث يتم استخدام المشتقة. والآن للمرة الأولى سوف ترى سبب اعتبار النهاية مفهوم مفيد، لذلك اسمحوا لي أن أعيد رسم المنحنى. حسنا، سوف أرسم المحاور، ذلك هو محور y، سوف أضعه في الربع الأول، وهذا علي حقا أن أجد أداء أفضل للرسم. هذا هو إحداثي X، ومن ثم دعوني أرسم المنحنى باللون الأصفر. إذن y يساوي x تربيع يبدو هكذا، إنني بالفعل أركز على رسمه على الأقل بشكل جيد. حسنا، دعونا نفترض أنني أريد أن أجد الميل على هذه النقطة. دعونا نسمي هذه النقطة A. على هذه النقطة X تساوي A، وبالطبع إن هذا F الـ A، F الـ A. إذن ما يمكننا أن نفعله هو أن نحاول إيجاد ميل الخط القاطع. نأخذ نقطة أخرى ونقول أنها قريبة إلى حد ما من هذه النقطة على التمثيل البياني، دعونا نفترض أنها هنا. وإذا كان يمكننا أن نجد ميل هذا الخط، سيكون نوعا ما ميل تقريبي للمنحنى. تماما عند هذه النقطة، لذا اسمحوا لي أن أرسم ذلك الخط القاطع، دعونا نرى. هكذا الخط القاطع سيبدو هكذا، ودعونا نفترض أن هذه النقطة هي A زائد H، حيث أن هذه المسافة هي h، هذه a زائد h، إننا نبتعد بمقدار h عن a، ومن ثم هذه النقطة الموجودة هنا هي f ال a زائد h. يوجد خلل ما في القلم. حسناً، إذن هذا سيكون تقريب لما هو الميل على هذه النقطة، والأقرب الذي تصله H، أي النقطة الأقرب التي تصلها هذه النقطة، يكون أفضل تقريب وصولا إلى النقطة التي تمكننا من الحصول على الميل، حيث H يساوي صفر، فإن ذلك في الواقع يكون الميل اللحظي على تلك النقطة من المنحنى. لكن كيف نجد ما هو الميل عندما h تساوي صفر؟
إذن الآن نفترض أن الميل يقع بين هاتين النقطتين، سيكون التغير في y. إذن ما هو التغير في y؟ إنه هذا، أي أن تلك النقطة الموجودة هنا هي إحداثي x. هو إن القلم لا يزال لا يعمل، إحداثي x عبارة عن a زائد h، وإحداثي y عبارة عن f ال a زائد h. وهذه النقطة الموجودة هنا، الإحداثي هو a و f ال a. إذا استخدمنا صيغة الميل النموذجية فقط كما كان في السابق، سوف نقول التغير في y تقسيم التغير في x. حسناً، ما هو التغير في y؟ إنه f ال a زائد h، إحداثي y هذا ناقص إحداثي y هذا ناقص f ال a تقسيم التغير في x. تقسيم التغير في x. حسناً، ذلك التغير في x هو عبارة عن إحداثي x هذا، أي a زائد h ناقص إحداثي x هذا، أي ناقص a. وبالطبع أن a هذا هو a هذه يتم حذفهما، إذن هو f ال a زائد h ناقص f ال a تقسيم h. إن هذا عبارة عن ميل هذا الخط القاطع. وإذا أردنا الحصول على ميل خط المماس، فسوف يكون علينا إيجاد ماذا يحدث كلما صغرت قيمة h أكثر فأكثر. وأعتقد أنكم تعلمون أين أذهب. إذا أردنا أن نجد ميل خط المماس هذا، فعلينا أن نجد نهاية هذه القيمة كلما اقترب h من الصفر. كلما اقترب h من الصفر، ومن ثم كلما اقترب h من الصفر، فإن هذا الخط القاطع سيقترب أكثر من ميل خط المماس، ومن ثم سنعرف الميل بالضبط على النقطة اللحظية على طول المنحنى. وفي الواقع يظهر أن هذا هو تعريف المشتقة، والمشتقة ليست أكثر من ميل منحنى عند نقطة محددة. وهذا مفيد جدا، لأنه للمرة الأولى يكون كل شيء قد تحدثنا عنه حول هذه النقطة عبارة عن ميل الخط، لكن الآن يمكننا أن نأخذ أي منحنى متواصل أو منحنيات متواصلة ونجد ميل ذلك المنحنى على نقطة محددة. إذن الآن بما أنني أعطيتكم تعريف المشتقة، وأتمنى أنه ربما أعطيتكم الفكرة، في العرض التالي سوف أستخدم هذا التعريف لتطبيقه على بعض الاقترانات مثل إكس تربيع واقترانات أخرى، وأعطيكم بعض المسائل الأخرى. سأراكم في العرض التالي.